أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء، حيث أننا وابتداء من حلقة اليوم سنضع تحت الضوء موضوعان أو موضوعين أساسيين كل في محور على أمل التغطية أكثر بمزيد من البحث والتفصيل. وعلى هذا الأساس سيكون لنا في هذه الحلقة موضوعان. الأول سنبحث فيه عن دلالات تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان بأن الدستور العراقي يجيز إعلان حكومة طوارئ رغم عدم ورود نص صريح بذلك في خضم الأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها العراق وفشل البرلمان في تسمية رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة. أما الموضوع الثاني في هذه الحلقة سنبحث فيه أسباب وتداعيات القصف المتكرر لأربيل دونا عن بقية محافظات كردستان العراق، وما هي الغاية الحقيقية لعمليات القصف والاستهداف ودوافعه، وسنناقش ذلك مع ضيوفي في هذه الحلقة، وهم كل من في الاستوديو الأستاذ الدكتور نوري حمدان الصحفي والباحث العراقي. شكرا دكتور. وأيضا ضيفي في الاستوديو الأستاذ شهو القرداغي الباحث السياسي العراقي. شكرا. مرحبا بك. وأيضا عبر سكايب الأستاذ طارق شندب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية. مرحبا بك أستاذ طارق. مرحبا فيكم. إذا نشاهد بداية مشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي أعده الزميل قاسم جاسم. في ضم الأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها العراق وفشل البرلمان في تسمية رئيس جديد للجمهورية بسبب الخلافات المحتدمة بين الكتل السياسية، تأتي تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأن الدستور الحالي يجيز إعلان حكومة طوارئ رغم عدم ورود نص صريح بذلك. مراقبون أكدوا أن الصدر الذي منح الإطار التنسيقي 40 يوماً لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل الحكومة على قناعة بأن الفشل سيكون من نصيب الأخير، وعندها يرفع أسلحته السياسية والقانونية التي سبق وأن لوح بها ومن بينها إعلان حكومة طوارئ أو حل البرلمان. بينما أكدت مصادر سياسية طرح سيناريو الإبقاء على حكومة الكاظم الحالية في حال استمرار الأزمة مع اتساع رقعة الخلافات السياسية في العراق حول تمرير منصبي رئيس الجمهورية والوزراء. صحيفة The National قالت إن العراق ومنذ 19 عاماً فشل في بدء عملية سياسية تخدم المواطنين حتى خرج الفساد عن نطاق السيطرة، وأن العنف الطائفي الذي نما على أيدي جماعات سياسية دفع العراق إلى الانزلاق نحو الفوضى. يبدو أن الأزمة السياسية تدور في حلقة مفرغة وليس هناك أي بوادر لحلها بحسب صحيفة الشرق الأوسط، فما عادت المباحثات والحوارات بين الكتل السياسية تجدي نفعاً، لا سيما بعد فشل البرلمان لثلاث مرات في تمرير منصب رئيس الجمهورية بسبب الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات الموالية لإيران. إذن أبدأ معك أولاً دكتور حمدان، ونستهل ذلك بالسؤال عن دلالات تصريحات فائق زيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى في العراق عن أن الدستور يجيز إعلان حالة الطوارئ، كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ الحقيقة بداية يعني قبل ما ندخل عن هذا التصريح بحد ذاته، هو المشكلة الحقيقية اللي يمر بها العراق وهي الأزمة المستعصية السياسية هي سببها الدستور. نعم. والسبب أيضا ممكن وصفه بأنه هو نوعين، يعني سبب الدستور وسبب الثاني هو عدم إطاعتنا للدستور. يعني القوى السياسية اللي موجودة حاليا اللي هي المفروض تنفذ الدستور هي تريد أن تنفذ ما يصف في مصالحها في الدستور، والدستور مع الأسف الشديد في مواطن محددة هو غير واضح. وخير مثال على قضية الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر لم تكن واضحة، هي الكتلة الأكبر الانتخابية لو الكتلة الأكبر النيابية. أكو ناس تفسر بأنه الكتلة الأكبر هي اللي فازت بالانتخابات، وأكو ناس تفسر الكتلة الأكبر اللي هي شكلت ما بعد الانتخابات في البرلمان التي ذهبت بها أو إليها المحكمة الاتحادية في تفسيرها، بالرغم من أنه التفسير هذا نفذ مرة واحدة في دورة واحدة والدورات المتتابعة التي يعني تلتها لم يتحقق ذلك. المهم هذه المشكلة، المشكلة أنه الدستور تم إعداده بطريقة في بعض المواد بطريقة هي قابلة للتأويل والتفسير، وخول الدستور أو كتاب الدستور
المحكمة الاتحادية تفسير أو تأويل هذه المواد، وهي هنا مشكلة أيضا، لأنه ما دام أنه تحولت للمحكمة الاتحادية وتفسير قضائي تتحمل آراء. يعني على سبيل المثال أنه الخلاف على القائمة الأكبر، القائمة الأكبر أو القائمة الفائزة في الانتخابات، هي أكبر لو فائزة نيابية لو انتخابية، هاي على الأقل أكو مادة دستورية احنا نفهم يحتاج لنا فقيه قانوني اللي هو يتمثل المحكمة الاتحادية يشرح لنا اياها او يفسر لنا اياها. هسه يجتهدون يصيبون يخطئون، هاي ما يخالف، اوكي محط نقاش، ولكن في الدستور انا لم اذكر، يعني حقيقة يعني من خلال قراءتي الدستور ما عرفت ما شفت اكو مادة ممكن اسأل عنها اشوف انه هذه المادة تجيز لرئيس الحكومة او لرئيس الجمهورية إعلان حكومة مؤقتة وبالتالي حل البرلمان. طيب. على العكس ذلك شفت الدستور حدد لمجلس النواب الصلاحية فقط في حل نفسه وإجراء انتخابات. فكيف ممكن؟ هاي إحنا حقيقة بحاجة إلى توضيح وتفسير من قبل رئيس المحكمة. اسمح لي دكتور حمدان أن أنتقل بالسؤال للاستيضاح بشكل قانوني أستاذ طارق شندب. أستاذ طارق شندب، أستاذ القانون الدولي وعلوم السياسية، مرحبا بك. يعني من الناحية القانونية، إعلان حكومة طوارئ هل هو الحل القانوني والمخرج من الانسداد السياسي وفق تصريح فائق زيدان من له الحق بإعلان حالة الطوارئ؟ تحياتي أخي العزيز. دعنا نحدد الشكل التالي على نقطتين. أولا، نحن بعد انتخابات برلمانية، والدستور واضح بعد الانتخابات البرلمانية تكون الحكومة التي كانت سابقة هي حكومة تصريف أعمال، ينصرف البرلمان في المرحلة الأولى وقبل القيام بأي عمل تشريعي إلى انتخاب رئيس للبرلمان، هذا الأمر الذي تم، ثم إلى انتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف أحد كبار الكتل أو الكتلة الأكبر بتشكيل رئيس للحكومة، وتكون هنا الحكومة السابقة هي حكومة تصريف أعمال فقط طوال المدة التي تفصلها عن تشكيل الحكومة الجديدة. النقطة الثانية المهمة وهي حكومة طوارئ. ماذا يعني بحكومة طوارئ؟ الطوارئ بالأصل في القانون المحلي وفي القانون الدولي هي حالة يكون فيها البلد في وضع صعب، مثلا كحدوث زلزال كبير جدا، كحصول حرب، كحصول حالة عدوان من دولة خارجية، أمور غير متوقعة. أما في حالة الانتخابات في العراق فالأمر متوقع أن يكون هناك خلاف فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، في تسمية رئيس الحكومة، من يشكل الحكومة، وهذا الأمر الدستور هنا يعني غير واضح، ولكن لا يعطي الحق لرئيس المجلس الدستوري أو لرئيس المحكمة الدستورية العليا بأن يفرض نصوص خارج التشريع، وبالتالي هذا أمر مهم جدا. لكن دعنا ننظر إلى الأمر بعد توضيح هاتين النقطتين من ناحية أخرى. هل هناك احترام للدستور في العراق؟ هل هناك احترام بالقوانين؟ هل يعني نحن نتذكر بعد 2009 عندما فازت كتلة إياد علاوي برئاسة أو بأكبر عدد من النواب، هل سمح لإياد علاوي مثلا بتشكيل أو بترأس الحكومة، أم أن إيران وأمريكا اتفقوا على نور المالكي آنذاك وخالفوا الدستور؟ إذن الأمور ليست مرهونة بالطرح الدستوري في للأسف في العراق وفي كثير من البلدان العربية، إنها مرهونة بقوة الأمر الواقع وبالسياسة وبالتحالفات خارج إطار الدستور. للأسف هذا ما يحصل. أستاذ طارق، يعني بلا شك أن ما يتبع هذه الانسدادات السياسية دائما، يعني ومنذ 19 سنة منذ بداية العملية السياسية التي وضعها الاحتلال الأمريكي، دائما ما يتبع هذه الانسدادات السياسية فوضى أمنية، يعني فساد مستشري بشكل على نطاق واسع، عمليات يعني الطائفية السياسية التي ألقت ببصماتها على الشارع العراقي، كل هذه الأمور من يتحمل مسؤوليتها؟ أكيد الاحتلال يعني له الدور الأساسي في تحويل العراق من دولة إلى عصابات، إلى دولة عصابات. عندما نتكلم عن العراق
أتكلم أستذكر مباشرة وأجد نفسي أمام الوضع اللبناني. لو تعرف أنت كذلك الأمر في لبنان على سبيل المقارنة من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية، ماذا حصل مثلا عندما خلت شدة الرئاسة من رئيس الجمهورية؟ 2.5 سنين لا يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية رغم وجود الثلثي أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان. نفس القانون موجود في العراق الذي يوجب انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين، ولكن ما الذي عطل الانتخاب 2 سنين في لبنان؟ قوة الميليشيات، ميليشيا حزب الله وحركة أمل. نفس الأمر الآن في العراق، القانون ينص على أنه في الجلسة الأولى يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين إذا تعذر بالأكثرية النصف زائد واحد. ما الذي يمنع تطبيق الدستور؟ إذا التحول العراق من دولة دستورية أو دولة فيها قانون إلى دولة ميليشيات، عدم احترام نتائج الانتخابات، عدم احترام الدستور، تفسير الدستور بما يتلائم مصلحة القوى العسكرية، هذا الأمر للأسف جعلنا نعيش في حالة لا دولة، وجعلنا نعيش في حالة لا قانون ولا دستور. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق شندب، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية، لوجودك معنا في هذه الحلقة. أستاذ شاهو، استمعت إلى ما تفضل به أستاذ طارق شندب وأيضا دكتور حمدان، من وجهة نظرك يعني عندما ينطلق هذا التصريح من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ويتحدث عن إجازة أو أن الدستور يجيز إعلان حالة الطوارئ، عندما ينطلق هذا التصريح من هذا المنصب، ألا ترى أنه ممكن أن يقدم شيئا جديدا ويحل البرلمان ويقدم شيئا ليس بالمعتاد في العراق؟ هل تتوقع أنه بمستوى هذا التصريح أن هذا التصريح ممكن أن يتحقق ويتم حل البرلمان؟ تحياتي لكم مجددا. طبعا من المؤسف أن السلطة القضائية أو المؤسسة القضائية والمحكمة الاتحادية إلى الآن لم تكن مستقلة وحيادية حتى يتم اعتبار قراراتها بأنها قرارات قد تساهم في حل الانسداد السياسي الذي يسمونه الآن، وهم يعتبرون أن العراق داخل في الانسداد السياسي. وبالتالي كما تفضل الدكتور حمدان، يعني خلال الفترات الماضية نحن رأينا أن حتى قرارات المحكمة الاتحادية كانت تدخل في ضمن مصلحة طرف سياسي ضد طرف آخر. الآن نحن نرى أن هناك أزمة سياسية، هناك طرف يطرح رؤيته بالذهاب نحو حكومة طوارئ في حال لم يتحقق ما يريده في تجميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة القادمة، وبالتالي نسمع أن من القضاء يصدر هذا الموقف بأنه هناك إمكانية لتشكيل حكومة طوارئ حتى لو لم يكن مذكورا في الدستور. إذن هذا يعني أن هناك دعم من السلطة القضائية للتوجه السياسي الذي يريد أو ينوي الذهاب نحو هذا الاتجاه ضد الطرف الآخر الذي يرفض حكومة طوارئ. وبالتالي طرح هذا الأمر أو إعطاء مساحة من الحرية، حرية المناورة السياسية باستخدام هذا الملف، ليس في صالح تحقيق الانفراجة السياسية وبالتالي تحقيق مصلحة المواطنين أو تحقيق مصلحة الدولة، ولكن هذه المواقف التي تصدر من القضاء هي إشارات سياسية للأطراف السياسية. نحن رأينا أنه حتى في الفترات أو الأسابيع السابقة عندما صدرت مواقف من المحكمة الاتحادية لإبعاد بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية، أيضا كان ضمن الخلافات السياسية بين هذين الطرفين، التيار أو والإطار. الآن هذا الموقف أيضا يعطي إشارات إيجابية بأنه قد يستطيع التيار الصدري أن يتخذ هذا الموقف في حال فشل جماعة الإطار في تشكيل الحكومة أو تشكيل تحالف خلال 40 يوما الذي منحهم الصدر، وبالتالي هذا يعطي قوة للتيار الصدري أو لمقتدى الصدري بأنه يستطيع استخدام هذا الملف أيضا، وهناك سند دستوري. يعني للأسف بدل أن يكون موقف القضاء، موقف المحكمة الاتحادية موقفا محايدا يستطيع أن يساهم في تحقيق التوافقات الإيجابية بما يخدم المواطنين أو بما يخدم الدولة أو بما يخدم الاستقرار السياسي، أصبح جزءا من النزاعات السياسية. يعني الآن يمكن الطرف الآخر، الطرف المقابل، يعتبر المحكمة ويعتبر آراء فائق زيدان يصب في مصلحة الطرف المقابل، وبالتالي عندما يشعر المواطن بأن هذه السلطة المهمة التي تعتبر أساسا في بناء الدولة العادلة أو الدولة السليمة، عندما يرى أنها تدخل في المناكفات السياسية والنزاعات السياسية،
لا 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 يشعر بالإطمئنان ولا يشعر بأنه بقي ثقة بهذه المؤسسة العظيمة والمهمة والتي نرى أنها قد تكون أعظم مؤسسة في البلدان المحترمة التي يتم تقديسها وأيضا احترامها من قبل المواطنين. هذه المواقف المتكررة وهذه الإشارات أو الرسائل السياسية التي تطرحها المؤسسة القضائية للأسف تعطي إشارات سلبية يعني سواء لدى المواطنين أو لدى المراقبين ويجعلهم يعني يدخلونها في خانة المناكفات السياسية وليس في لعب دورها المهم التي يستطيع هذه المؤسسة أن يلعبها بشكل إيجابي داخل العراق. بالتأكيد أستاذ شاهو لهذه هذا الانسداد السياسي له بصمات ستقع على المشهد العراقي. دكتور حمدان يعني عندما يمهل الصدر الإطار التنسيقي 40 يوما منذ الأول من رمضان يعني ما المتوقع بعد انتهاء هذه المدة؟ هو هذه المدة هي كسب وقت لكل الأطراف للتفاوض يعني أو إلقاء الحجج كما يصف يعني البعض يعني مناصري التحالف الثلاثي يشيرون إلى أنه الصدر يضع التيار أو الإطار عفوا في خانة أو في موقع العجز بحيث أنه خلاص أنتم يعني اعطيناكم هواي فرص وما سويتوا كل شيء وما قدرتوا تسوون كل شيء. وبعض الآخر لا يقول أنه هذا مساحة أكبر للتفكير وللمداولة وللتواصل أكثر والتحرك على الجهات. ولكن هو الأزمة الحقيقية الأزمة أنه الإطار التنسيقي يريد إملاءات على الآخرين يعني مستند من قضية أنه نحن نريد إداء يعني عودة العملية السياسية على عهد يعني عهدها اللي هي وفق الانقسامات الثلاثة سنة وشيعة وكرد. هذه الإملاءات من أين يأتي بها؟ نعم من أين يأتي بهذه الإملاءات؟ شوف هذه الإملاءات هي حقيقة يعني هي ما تخرج من إطار الاحتلال الأمريكي والدور الإيراني في العراق لأنه المنهاج الطائفي أو منهاج المحاصصة الطائفية اللي يعتمد من مجلس الحكم إلى يومنا هذا في إدارة الدولة هو منهاج أمريكي معروف وصب مصلحة إيران بشكل مباشر. المتضرر الحقيقي من عنده هو الجمهور العراق العراقيين هم المتضررين من هذا الملف أو من هذا النهج. المستفيدين منهم القوى السياسية قاطبة من دون استثناء. بالمناسبة يعني حتى أنا أكون دقيق وواضح يعني المستفيد من المحاصصة الطائفية مو فقط الإطار التنسيقي لا الكل حتى التحالف الثلاثي الجديد اللي اليوم يتحدث عن أنه لديه يعني أغلبية وطنية هي لم تكن أغلبية وطنية لأنه إذا عدنا قليلا قبل الانتخابات المشاركة في الانتخابات أقل من 19% خلينا نقول أقل من 20% بمعنى أنه رفض وطني موجود لهذه القوى السياسية اللي موجودة بالبرلمان إن كانت في التحالف الثلاثي أو في الإطار التنسيقي. الوطني حقيقة الرغبة الوطنية رافضة لوجودهم ولكن هم اليوم موجودين. التحالف الثلاثي أيضا بالرغم من أن ادعى أنه وطني بني على أساس المحاصصة سنة وشيعة وكرد وهم يمثلون التحالف الوطني. هسه هو هذا النسيج الاجتماعي الطبيعي احنا مو ضد صحيح هذا النسيج الطبيعي المجتمعي واحنا العراقي هو للعراقيين عموما ولكن يجب ان يكون بطريقة صحيحة. يجب ان يأتي او تأتي قوة سياسية وطنية عن طريق انتخابات وطنية حقيقية مو انتخابات مبنية على قانون انتخابي أفرزته القوى التي تريد الحفاظ على المحاصصة الطائفية. نعم. القانون الانتخابي الحالي أو اللي هو أنتج هذه قبل ما تجري هاي الأزمة أعتقدهم على قناتكم قناة الرافدين تحدثت أنا وقلت هذا القانون راح ينتج أزمة تشكيل حكومة ما راح يشكل حكومة. هذا قانون الانتخابات ما راح ينتج ان قوى سياسيه عابره للمحاصصه الطائفيه حتى تتمكن من تشكيل حكومه وطنيه والنتيجه احنا حتى الدعاة الاغلبيه الوطنيه هم لم يتمكنوا من تحالفهم بالطريقة المحاصصاتية المنقسم على الاقطاب. اسمح لي دكتور انتقل الدكتور الاستاذ طارق شندب.
أستاذ طارق، يعني في هذه الحالة عندما تنتج هذه العملية السياسية فقط أزمات للعراقيين، ما مدى مشروعية هذه العملية السياسية؟ دعنا نؤكد على أمر أساسي في هذا الموضوع. كل عملية سياسية يجب أن تخضع لمعيار أساسي يراقب هذه العملية السياسية، وهو الدستور. إذا كان الدستور يخضع للعملية السياسية أو للسياسيين، فهذا يعني أننا أمام ليس عملية سياسية، إنما أمام عملية ميليشياوية ومحاصصات كما يحدث الآن. فبالتالي الدستور يجب أن يكون هو الحكم الذي يلجأ إليه الجميع ويثق به الجميع. أما أن يكون الدستور والقضاء هو الطريق الذي يلجأ إليه السياسيين لفرض أمر واقع مخالف للحقيقة، فهذه هي المشكلة الرئيسية. العملية السياسية العراق في العراق منذ احتلال العراق وحتى هذه اللحظة تعيش حالة من التشرذم الطائفي، تعيش حالة من لا دولة، تعيش حالة من لا مواطن. أين الأكثرية العراقيين مهجرين؟ مناطق محتلة، مناطق فيها تهجير قسري، مناطق مدمرة تدمير كامل بفعل جزء كبير من العراقيين كذلك. ناس أسريت على حساب الدولة والقانون، وناس أصبحت في السجون بسبب ظلم طائفي أو اعتبارات طائفية مقيتة أو قوانين جائرة. وبالتالي نحن في العراق عندما نقرأ المشهد السياسي العراقي من الداخل ومن الخارج، نقول أننا في دولة لا مواطنة، دولة الميليشيات. وبالمناسبة هنا أود أن يعني أطرح نقطة مهمة جدا، يعني دستورية قانونية. الانتربول الدولي، وهو أحد المنظمات الدولية التي تهتم بالشرطة الدولية، يعني بدأ في الآونة الأخيرة يرفض تنفيذ قرارات القضاء العراقي حسب التسريبات يعني التي قالها أحد المسؤولين، أنه في القضاء العراقي تدفع مبلغ من المال لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق شخص ما، وتدفع نصف هذا المبلغ لإلغاء هذه المذكرة. إلى هذا الحد وصل صيت أو وسمعة القضاء العراقي في الخارج. إذن المحكمة الدستورية هي ضمن هذه المؤسسات، وإن كانت هي محكمة دستورية تتدخل في القضايا الجزائية، ولكن هذا يعطيك صورة عن حالة العراق وكيف يرى المجتمع الدولي القضاء العراقي وكيف يرى العملية السياسية. أكيد هناك دول مستفيدة من الوضع السياسي في العراق، هذا الانهيار في المجتمع العراقي الذي لم يكن نراه قبل الاحتلال، هذا الاختلال في العلاقة بين المكونات العراقية السنة والشيعة وغيرهم، الذي فرضته قوى أمر واقع قائمة على القتل والإرهاب، وهي مدعومة من إيران، وهذا أمر معروف لدى الجميع. وبالتالي هذه العملية السياسية هي عملية فاشلة، لا حل إلا بأن يعود جميع العراقيين إلى العراق، أن تكون المشارك على أساس المساواة، أن يلجأ الجميع إلى القانون والدستور، وأن يحترم الجميع القانون والدستور، وأن يتم محاسبة القتلة والمجرمين ومن سرق أموال العراق ومن هدر دماء أبناء العراق. عندها نتكلم عن عملية سياسية صحيحة، وآن للعراق أن يعود إلى عملية سياسية بعد 16 سنة من الاحتلال والقتل والتدمير والتشريد والحرب الطائفية والاغتيالات. شكرا جزيلا أستاذ طارق شندب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، لوجودك معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، قبل الانتقال إلى القسم الثاني من هذه الحلقة، والذي سنناقش فيه موضوعا ثان نبحث فيه ما وراء تجدد القصف على أربيل، وإلى فاصل قصير قبل أن نبدأ في الموضوع الثاني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، والقسم الثاني من حلقتنا هذا اليوم، حيث سنبحث فيه
أسباب وتداعيات القصف المتكرر لأربيل دونا عن بقية محافظات كردستان العراق، وما هي الغاية الحقيقية لعملية القصف ودوافعه ودلالته؟ نتابع سويا هذا التقرير. يتكرر قصف مدينة أربيل في كردستان العراق بين الفينة والأخرى في انتهاك صارخ للسيادة التي ضيعتها الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي في 2003، وسط غياب لأي رد أو موقف حازم اتجاه تلك الانتهاكات. إيران تبنت رسميا قبل أقل من شهر هجوما استهدف أربيل والقنصلية الأمريكية ب12 صاروخا باليستيا بحسب الحرس الثوري الإيراني، وسبقه أيضا هجوم آخر نفذ بطائرات مسيرة وقفت وراءه إيران وميليشيات مسلحة تابعة للحشد. مدينة أربيل تعرضت مؤخراً لقصف بثلاثة صواريخ أطلقت هذه المرة من معبر الحمدانية بمحافظة نينوى باتجاه أربيل، وسقطت الصواريخ بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك دون خسائر بشرية أو مادية، وفقاً لقائم مقام قضاء خبات كويستان أحمد. جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أكد أن مصدر الصواريخ التي سقطت في قضاء خبات غرب أربيل كان من مناطق شرقي نينوى، وهذه المناطق تسيطر عليها ميليشيات الحشد التي تعد من أذرع إيران المسلحة في العراق. القصف المتكرر دعا حكومة كردستان العراق إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد إيران، إلا أن مسؤولين في الحكومة الحالية ببغداد كشفوا عن إلغاء تلك الشكوى، مؤكدين عدم رد إيران على طلبات توضيح متكررة بشأن الاعتداءات. يبدو أن العراق أصبح ساحة لتصفية الحسابات بين الدول وكذلك بين الأحزاب المتصارعة على الحكم داخل العراق، لكن جميع القوى الداخلية والخارجية مع كل خلافاتها متفقة على الرد على بعضها بوسائلها المختلفة، لكن ضمن الأراضي العراقية. إذن تابعنا سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، وتحول بسؤال الأستاذ شهو القراداغي. أستاذ شهو، لماذا تحديدا أربيل يتم قصفها دونا عن بقية محافظات كردستان العراق؟ طبعا القصف الإيراني المباشر والقصف المستمر على أربيل التي نراها دائما والتي يبررها الميليشيات أو الطرف الإيراني بأنها متعلق بأجندة إسرائيلية أو أجندة تخريبية تؤثر على الداخل الإيراني، هذه مجرد أكاذيب ومعلومات مغلوطة، لأن الجميع يعلم أن التواجد الإسرائيلي الرسمي موجود في أذربيجان وهي دولة جارة لإيران، ورغم ذلك إيران لا تتخذ أي موقف سلبي تجاه هذا التواجد الإسرائيلي، وبالتالي هذه مجرد خلق حجج ومبررات لتبرير الهجوم وأيضا لتبريره لاحقا إذا حصل. أنا أتوقع أن الهجوم الإيراني بهذا الوقت وخاصة وأيضا توجيه الميليشيات على استهداف أربيل بصورة مكررة وأيضا عدم وجود أي موقف عراقي قوي يضع حدا لهذه الهجمات أربطه مباشرة بملف تطوير الطاقة داخل إقليم كردستان وداخل العراق، ملف الغاز. في خلال الفترة الماضية كان هناك جهود وكان هناك محاولات وزيارات لمسؤولين في إقليم كردستان إلى تركيا إلى دول خليجية لتطوير ملف الغاز. ماذا يحصل إذا تم تطوير ملف الغاز في إقليم كردستان العراق؟ العراق يكون مستغنيا تماما عن الغاز الإيراني، أيضا يتم تصدير هذا الغاز إلى تركيا ومرورا إلى أوروبا، وبالتالي تركيا أيضا ستعقد صفقات مع العراق مع إقليم كردستان العراق وتتخلص من الغاز الإيراني، لأن المسافة أقرب غاز إقليم كردستان أقرب إلى تركيا، وأيضا سوف يؤثر هذا الأمر على أمن الطاقة الإيراني. يعني الطرف الإيراني يشعر إذا تم تطوير قطاع الغاز في العراق فإنه سيفقد ورقة ضغط مهمة وهي ورقة الكهرباء. نحن في كل صيف نرى أن الطرف الإيراني ورغم وجود عقود واتفاقيات تقطع الغاز فجأة ويندلع الشارع العراقي مجددا، وبالتالي تستخدم دائما هذا الملف كورقة سياسية على ضد الأطراف السياسية التي قد تخالف التوجهات الإيرانية. سوف تفقد هذه الميزة، سوف تفقد ميزة بيع الطاقة الإيرانية أو بيع الغاز الإيراني بمبالغ أكبر. يعني وزير الكهرباء الأسبق العراقي تحدث عن وجود
عروض أفضل من دول الخليج، ولكنهم ملتزمون بجانب مع الجانب الإيراني. يعني العراق ملتزم بجانب الإيراني رغم أن العروض الطاقة التي تقدمه للعراق هي أعلى بكثير من الطاقة الموجود في الخليج. إذا تم تطوير موضوع الطاقة داخل إقليم كردستان العراق فهذا يعني ضربات كثيرة للاقتصاد الإيراني، والتي تعتبره أمرا جوهريا لاستمرار نفوذها واستمرار توسعها في المنطقة. هي بالتالي اندفعت وقررت أن ترسل رسالة قاسية وعنيفة ومباشرة عن طريق صواريخ ذكية تستخدم في الحروب. يعني هذه الصواريخ انطلاقها هو يعني إعلان حرب على دولة أخرى. ولكن شاغو، لماذا تستهين بإقليم كردستان إيران في حين لم تتجرأ على دول مجاورة؟ طبعا لأنها تعلم أن الحلقة الأضعف حتى من ناحية إرسال الرسائل، يعني طبعا إيران أرسلت عدة رسائل من خلال هذا القصف. أولا استغلت الغزو الروسي لأوكرانيا عن طريق أنها تعرض عضلاتها وتؤكد أنها أيضا بإمكانها أن تتمدد وتقصف بصورة مباشرة. وأيضا كان القصف قريبا من القنصلية الأمريكية التي هي قيد الإنشاء، أيضا رسالة أخرى مزدوجة. ولكنها نظرت إلى المنطقة، ما أين الحلقة الأضعف؟ أين الحلقة الأضعف التي لا يمكن أن يصدر منها أي رد فعل؟ هي تدرك تماما أن إقليم كردستان العراقي هي إقليم فيدرالي، وبالتالي هي ليست لديها الأدوات الكافية للرد على الجانب الإيراني. الرد يقع على عاتق مسؤولية الحكومة المركزية. ماذا حصل؟ كان هناك تغريدات على تويتر من قبل السلطات الرسمية العراقية تندد بالهجوم الإيراني. طيب استاذ دكتور حمدان، يعني هل هذا القصف هو في سبيل يعني إرضاخ حكومة الإقليم، تطويع حكومة الإقليم؟ الأمر متعلق بالغاز مثل ما تحدث الأستاذ شاهو. أعتقد أنه هذا الأمر هو يعني حقيقة مو فقط في الغاز، ولو هذا عنصر كلش مهم وقد يكون هو في الدرجة الأولى، ولكن موضوع الأمن الإقليمي الإيراني وعمقه في العراق مو فقط في إقليم كردستان، بالوضع السياسي أيضا مو فقط اقتصادي ورسائل أمريكية. طيب الوضع السياسي كيف؟ السياسي هو التشكيل الحكومة الجديدة المراد لها أن تكون بعيدة عن الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي هو أحد أذرع إيران بشكل واضح يعني في العراق. فبالتالي إيران حريصة كل الحرص على أنه أكثر من مرة بعثت رسائل بشكل علني بأنه الحكومة العراقية لا يمكن تشكيلها من دون الإطار التنسيقي، فلا بد من وجود الإطار التنسيقي. فهي الرسالة على الصعيد المحلي السياسي هي رسالة لإقليم كردستان بأنه يعني لازم يعني يعودون إلى ما كانوا عليه يعني دكتور في تشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بين الصدر والحلبوسي ومسعود برزاني هنا في هذه النقطة له تأثير ودوافع على استهداف أربيل؟ هو له تأثير؟ هو جزء صحيح يعني، بس هو يعني شلون تأثيره؟ هو هذا التشكيل لم يأتي بمثل ما يقول على مرام أو في مزاج الإيراني. هذا التشكيل لم يأتي على مزاج الإيراني، بالتالي هذا التشكيل هو لا يمكن أن لا يحمل مشروع. هذا المشروع يعني بغض النظر عن ملاحظاتنا على هذا التشكيل مثل ما تحدثت قبل قليل، ولكن كل تشكيل جديد يأتي يعني بعيدا عن المزاج الإيراني يكون هو أقوى في الواقع العراقي، ولما يكون هو الأقوى في الواقع العراقي يذهب أو يقلل الضعف اللي موجود عندنا. يعني إحنا قبل قليل لماذا تستضعف سؤالة قبل قليل لماذا تستضعف إيران إقليم كردستان؟ هي إيران ما تستضعف إقليم كردستان لأن إقليم كردستان هو إقليم جزء من دولة فيدرالية، هذه الدولة الفيدرالية هي مستضعفة من قبل إيران. أرادت حكومة الإقليم أن يعني ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة عن طريق الحكومة في بغداد، ولكن واجهتها بالمنع. هنا هذه النقطة، هل هو تطويق لحكومة الإقليم؟ يعني كيف تفسر هذا الأمر؟ هو شوف، لأنه إقليم كردستان يعني إقليم فيدرالي، إقليم جزء من الدولة العراقية الفيدرالية، بالتالي يخضع يفترض أنه لسياسة العراق الخارجية، فهو ما من يعني هو ما يقدر وحده يتعامل مع دول الخارج بالموقف السياسي الرئيسي للعراق، يعني الموقف السياسي الموحد. فيفترض أنه وزارة الخارجية هي الممثل لهذا الموضوع.
عدم أو رفض هذه الدعوة من قبل الحكومة الاتحادية هو حقيقة هو بسبب الميولات السياسية، يعني الميول السياسي لاتجاه إيران. بالمناسبة يعني ليش أنا دا أتحدث عن هذا الإطار مثلا؟ يعني في تغريدة من التغريدات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هو دا هم دا يطالب برفع شكوى دولية على هذا القصف، وهو القصف الأخير هذا اللي هو بالرغم من أنه هذا ما يعتبر إيراني ولكن يعتبر من الميليشيات اللي موجودة بالداخل العراقي، ولكن ممكن إسناده إلى إيران بسبب التصريحات الإعلامية اللي تطلع على الإعلام الإيراني باللغة العربية والفارسية يتحدثون عن أذرعهم في المناطق العربية، وواحدة من عدها وأهمها العراق. فبالتالي هذا مو يعني بالنيابة، لا يعني ممكن وصفه بأنه هذا فعلا هو قصف إيراني يستهدف أربيل. طيب. نعم دكتور حمدان. أستاذ شاهو، تتوقع عمليات القصف تتكرر مرة أخرى في هذا الإطار إذا كانت حكومة الإقليم راغبة برفع شكوى جوبهت بالممانعة؟ بالتالي هل تتوقع أن يكون هناك ضغط أكبر وعمليات قصف أكثر لأربيل؟ طبعا اليوم هناك وفد إيراني في إقليم كردستان متكون من السفير الإيراني الأسبق في العراق حسن دانا إيفر، التقى بالرئاسات الرئيس الإقليم ورئيس الحكومة وأيضا رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني. يعني من الواضح أن يبدو أن هناك رسالة إيرانية أو هناك مفاوضات تجري بخصوص الملفات العالقة والملفات التي فيها خلافات بين الطرفين، لأنه من الواضح كما تفضل الدكتور هناك انزعاج إيراني من سياسات الديمقراطي الكردستاني، سواء من ناحية سياسية دخولي في هذا التحالف أو من الناحية الاقتصادية تمرير هذا المشروع الذي سوف يعني يؤثر بشكل مباشر على الجانب الإيراني. إذا إيران شعرت أن هذه الرسائل لا تفيد، أنا أتوقع أنها تستمر في القصف، لأنه لا يوجد أي شيء يردع الجانب الإيراني للأسف داخل العراق، لا يوجد دولة تخشى إيران من ردات فعلها. قبل يومين كان هناك لقاء لإيرج مسجدي الذي السفير سيكون السفير الماضي، لأنه هناك سفير جديد أيضا في إيران داخل العراق، قبل يومين يقول يجب على قيادة إقليم كردستان أن تأخذ القلق الأمني الإيراني بنظر الاعتبار، وإذا لم تعالج الملفات الأمنية إيران مجبورة على التدخل مجددا. يعني هو مجددا يهدد بأن الطرف الإيراني مستعد لأن يتدخل بصورة مباشرة. خلال العام الماضي أواخر العام الماضي كان هناك تهديدات إيرانية بالدخول البري إلى إقليم كردستان لوضع سيطرة على الجماعات المعارضة الإيرانية داخل إقليم كردستان، ولكن هذا أيضا ورقة ضغط، يعني هذا الملف أيضا يتم تحريكه لتشكيل ضغط على حكومة الإقليم، لأن تعلم أنه إذا تم دخول بري إيراني داخل الأراضي إقليم كردستان. أستاذ شاهو، لماذا نقول أن إيران ربما تستخدم أذرعا أو أدوات من داخل الإقليم؟ هل هذا أمر وارد من أجل زعزعة الإقليم والضغط أكثر على؟ طبعا إذا أرادت إيران أن تزعزع أمن واستقرار إقليم كردستان فهذا الأمر بسهولة تقوم بتنفيذه. إذا عدنا لتذكرنا كواليس الاستفتاء نتذكر أن كان هناك تحشيد إيراني في الحدود الإيرانية والتحشيد من الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها، وبالتالي كرسالة بأننا نقف خلفكم وأمامكم لا مفر. وبالتالي إذا شعرت إيران بأن هناك خطر مشابه لهذا الخطر أيضا هي تستخدم بلا شك أدواتها، وأصلا الأغلب الهجمات التي تحصل من المناطق المتنازع عليها هي من مناطق ضمن سيطرة الميليشيات الفصائل الولائية التي تعلن الولاء لإيران، وبالتالي هي الرسائل المباشرة الفورية الثقيلة ترسلها بصورة مباشرة، أما الباقي الرسائل التي لا يتطلب أن يتدخل الطرف الإيراني بصورة مباشرة تقوم باستخدام هذه الميليشيات حتى تحفظ لنفسها مساحة لإنكار المسؤولية، لأنه كما نرى أن الطرف الإيراني على الرغم من أنه يمول ويدعم ويوجه هذه الميليشيات إلا أنه أحيانا ينفي المسؤولية عن هذه الاستهدافات الإرهابية للميليشيات حتى لا يتحمل أي مسؤولية. وبالتالي خلال الفترة القادمة وبسبب غياب أي ردة فعل شديدة من قبل الحكومة العراقية وأيضا عدم المضي في تقديم شكوى
على الجانب الإيراني، نرى أن التأثير الإيراني إلى الآن كبير في بغداد على الصانع السياسي العراقي. يعني إلى الآن الصانع السياسي العراقي لا يحتفظ بمساحة من الاستقلالية يستطيع أن يتخذ قرارات قد تعارض الجانب الإيراني، بالعكس تماما لا يستطيع أن يتخذ أي خطوة وهو إلى الآن متأثر بالجانب الإيراني أو خاضع للجانب الإيراني. وبالتالي هذا الأمر يغري الطرف الإيراني، يغري الحرس الثوري، وهم يشاهدون أن لا يوجد سلطة أمامهم، وبالتالي يرسلون حتى الرسائل الدولية والإقليمية. يعني حتى لو ليس لديهم أي مشكلة مع أربيل يرسلون رسالة للجانب الأمريكي عن طريق أربيل، يعني أربيل أو العراق سيكون الساحة الأضعف لإرسال وتنقل الرسائل بسبب غياب السيادة وبسبب غياب الدولة التي تستطيع أن تفرض السيادة وتضع حدا لتدخلات الخارجية. نعم دكتور حمدان، يعني إطلاق الصواريخ واستهداف المدن أربيل تحديدا، تحدث الأستاذ شاهو على أنها ليست فقط الأمر يتعلق بالغاز، وليس فقط تحدث مثل ما تفضلتم، الأمر ليس فقط متعلق بالغاز وإنما بالجانب السياسي أيضا. تتوقع بعد انتهاء مدة التي أمهلها الصدر للإطار التنسيقي، تتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستهداف لأربيل؟ أكيد. شوفوا قبل قليل أنا شفت أريد أذكره، ولكن السؤال يعني أخذنا الحديث بمنحى آخر. موضوع استهداف أربيل تحديدا، موضوع استهداف أربيل يعني بهذه النوع هو حل هذه المشكلة حقيقة، ومشاكل أخرى هو صلبة بالدستور، لأنه دستور عندنا بنوع من الضبائن، يعني خلينا نقول قابل للتأويل في بعض فقراته، وصعب إعادة صيانته أو إعادة صياغته أو تعديله، الصعوبات اللي وضعوها حتى يحافظون على شكل المحاصصة الطائفية خسرت، أنا أريد أقولها بكل صراحة، خسرت إقليم كردستان الحفاظ على وجوده كإقليم قوي يفترض أن تحمي الدولة الاتحادية، وهو أيضا بدوره يحمي الحكومة الاتحادية. هذا الضعف أنتج هذا الضبابية. يجي التأويل على الدستور والتفسيرات اللي من المحكمة الاتحادية، ومثل ما تفضل رئيس المحكمة وده يتحدث عن أكو إمكانية تشكيل حكومة طوارئ، وبالرغم من عدم ذكرها في الدستور، هاي هنا توضعنا على المحك الحقيقي للمواجهة ما بين القوى السياسية المتنافسة. يعني القضاء بهذا الوقت بدل ما يكون هو يعني يحل المشاكل ما بين المتنازعين كقوة سياسية لحل إشكالياتهم الدستورية والقانونية في تشكيلات الحكومية وحتى تشكيلات اللجان النيابية والتشريعية وغيرها من القبيل، ذهب باتجاه يبدو وكأنه تصعيد للأجواء الساخنة، لأنه إذا ما أراد جهة معينة إعلان حكومة الطوارئ، ما هو موقف الإقليم من عدها؟ شو راح يكون؟ إذا ما قابل لازم يواجه هاي الحكومة، وإذا قابل الرافضين راح يواجهون الإقليم مثل ما يواجهون الحكومة. فهنا نخلق يعني بهذا الموقف يخلق عندنا صراع سياسي يتحول من سياسي عادي إلى صراع مسلح حقيقة. يعني لماذا فقط في العراق الحكومات تنتج الأزمات في حين في كل دول العالم الحكومات تحل الأزمات؟ أليس كذلك ولا؟ صح؟ هو طبعا هو شوف هو وين هو ترجع المشكلة مالتنا شنو؟ مشكلتنا هي أساسا المحاصصة الطائفية. أريد شوية بشكل سريع يعني إذا تسمحوا لي، يعني المحاصصة الطائفية أنتجت لنا دستور، يعني هو ترى مو الدستور أنتج المحاصصة الطائفية، بس المضي في تركيز المحاصصة الطائفية أنتج لنا دستور. الدستور هذا تم التصويت عليه ب 2005 والجميع يعلم تم بتوافق كردي شيعي برفض سني، فرض على السنة، نتج أنا أعتذر من هذه التسميات ولكن هذا الواقع، لأنه هذا الواقع اللي صار فأريد أحكي به. أنا ما أحب يعني أذكر هاي المسميات ولكن هو هذا الواقع. مع هذا التشكيل الدستوري، هذا التشكيل الدستوري نوضعت به مفخخات، أنا أسميها مفخخات أو
هم يسموها موانع أو يسموها الضامن، مثل ما يتحدث الإطار التنسيقي الثلث الضامن والآخر شيء يقول المعطل. طبعا هذا معطل وضامن حسب نوع الحاجة، مصلحة، حسب نوع المصلحة. كل الأطراف هم كلهم متفقين على أنه هذا لازم تنوضع في الدستور ولازم تنوضع بالقوانين، حتى كل واحد من يتمكن الثاني ما يأخذ حقوق الآخر، وفق من؟ وفق المحاصصة الطائفية، مو وفق المحاصصة يعني وفق المحاصصة الوطنية، وفق المحاصصة الطائفية اللي هم رسموا هذا. فكل حكومة، كل حكومة يتم الاتفاق عليها في إطار التشكيل، في إطار التشكيل هذا اللي إذا نتحدث عنه المحاصصة الطائفية، هي نفسها تنتج أزمات، وهي يعني العوامل هاي القوى السياسية لما تجي تسوي، لو نرجع بتجرد ونتحدث عن حكومة حكومة، نجد كل حكومة التوافق اللي بنى إلها مقابلها كانت أكو عوامل إفشالها، مقابلها كانت أكو عوامل إفشالها، لأنه كلهم يتحدثون، كل الحكومات اللي سبقت كل واحدة ذبل، يعني كل قوة بالرغم من أنه موجود هو بالحكومة ولكن يرمي اللوم على القوى الأخرى. واضح دكتور حمدان، أشكر ضيوفي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الختام في الاستوديو دكتور نوري حمدان الصحفي والباحث العراقي، شكرا لك دكتور. وشكرا أيضا للأستاذ شهوة القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا لوجودك معنا. ونشكر أيضا شكر موصول عبر سكايب الأستاذ طارق شندب أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية. إذن قبل الختام نتساءل مشاهدينا الكرام، في جميع دول العالم الحكومات وظيفتها خدمة الشعب، إلا في العراق فمهمتها نهب الشعب ومصادرة حقوقه. وإلكم الله العراقيين.